مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة النهاردة هو الجزء الرابع من الإجابة على سؤال طرحناه وهو لماذا أنا مسيحي وفي الإجابة على هذا السؤال اتكلمنا عن أربع حقائق مهمين النهاردة اتكلم عن الحقيقة الرابعة المهمة جدا كلمنا أنا مسيحي لأن الكتاب المقدس قدم لي صورة حقيقية عن الله. وقلنا أنا مسيحي لأن الكتاب المقدس أيضا قدم لنا صورة حقيقية عن الإنسان. الإنسان اللي, اللي دايما كلنا بنسأل وات رونج في الإنسان؟ إيه الخطأ في الإنسان؟ لماذا يصنع الشر ولماذا القتل والظلم والفساد؟ الانسان ده مش ممكن يكون هو الانسان اللي ربنا خلقه في حاجه حصلت غلط في الانسان وشفنا انه ايضا في الحلقه اللي فاتت انه الله مش بس يعني خلق الانسان لكن الله ايضا دبر وسيله لخلاص الانسان في شخص يسوع المسيح وكلمنا الاسبوع اللي فات على اجابه سؤال مهم جدا من هو يسوع المسيح النهاردة نتكلم عن الجزء الرابع في سلسلة دراستنا عن لماذا أو إجابتنا عن لماذا أنا مسيحي وقلنا وهو نتكلم عن الصليب عن صليب يسوع المسيح لماذا جاء يسوع المسيح وهذا السؤال سؤال جوهري وأساسي ومهم جدا مش بس بنؤمن مين هو يسوع المسيح لكن كمان بنؤمن لماذا جاء يسوع المسيح والحاجتين دول مهمين جدا مهمين جدا ان احنا نربطهم مع بعض من هو يسوع فهمنا الصحيح عن من هو يسوع بيعطينا ان ندرك لماذا جاء يسوع ولما نعرف لماذا جاء يسوع ده بيدينا نوع من التقدير والاحترام والعرفان بالجميل وال... وحتى بيأثر على علاقتنا مع الرب يسوع ومحبتنا له وعبادتنا له لما ندرك أنه جاء لكي يخلصنا لماذا جاء يسوع والصليب أنا عارف أن الصليب من الموضوعات اللي, اللي, اللي بتمثل يعني عثرة كبيرة جدا لكثيرين وبالأخص للإخوة المسلمين وزي ما قال الرسول بولس أنه الصليب عند اليهود عثرة وهو فعلا عند اليهود عثره لانه كانوا بينظروا الى يسوع المسيح او المسيح المنتظر على انه الملك اللي حررهم من سلطه الرومان ومن الاحتلال الروماني ويؤسس مملكه عظيمه تسود وتملك الى اخره. لكن لما جاء المسيا يسوع المسيح وصلب وعلق على الصليب فكان بالنسبه لهم الصليب هو عثر اما بالنسبه لليونانيين بقى اللي بيحبوا الفلسفة والمنطق والكلام الميتافيزيكس والأشياء الفلسفية دي فبالنسبة لهم يعني إيه واحد صلب إيه الكلام اللي ما بيجيبش حقه دوا يعني فكان بالنسبة لهم الصليب جهالة ده, أمر إيه مجموعة الجهلة اللي بيقدروا وبيعبدوا مصلوب يعني كان دايما حتى تريأت بعض المؤرخين وأنهم يعبدون المصلوب كويس فلكن مهم جدا أن احنا نجاوب على السؤال لماذا جاء يسوع ولماذا صلب يسوع وإحنا مش هنبطل الكلام عن المسيح أنا عارف أنه ممكن اتكلمنا مرات ومرات عن الصليب في حلقات مختلفة وتحت عناوين مختلفة وفي ردود كثيرة على اعتراضات مختلفة لكن مهم جدا نرجع لنفس النقطة لأنه دي مهمة جدا، لماذا جاء يسوع المسيح ولماذا صلب يسوع؟ كويس؟ لماذا جاء؟ ما الذي جاء ليفعله يسوع المسيح؟ إذا كنا بنؤمن أن يسوع المسيح هو كلمة الله الأذلي المتجسد، الله الظاهر في الجسد، فيبقى السؤال اللي يجي بعد كده مباشرة طب هو جي ليه؟ ايه اللي جه علشان يحققه يسوع المسيح؟ وزي ما ذكرنا ايضا انه يسوع المسيح لم ياتي لكي يكون مصلحا اجتماعيا مش ده الهدف اه هو هو اتكلم عن المجتمع اتكلم عن علاقه الرجل بالمراه اتكلم عن المحبه، اتكلم عن السلام، اتكلم عن الامور دي كلها وعلم تلاميذه عنها لكن الغرض الاساسي للمسيح لم يكن ان يكون مصلحا اجتماعيا لانه حتى المصلح الاجتماعي النهارده ممكن يصلح مجتمع لكن عشان المجتمع يتصلح صح لابد ان الانسان يتغير لابد ان يحصل فيه تغيير الانسان الرب يسوع كان يعلم ان مشكلة الانسان الاساسية هي قلبه الخطية الطبيعة الفاسدة التي امتلكت حياته وفكره دي مشكلة الانسان ايه هي مشكلة الانسان صدقوني ليست مشكلة الانسان الفقر وليست مشكلة الانسان عدم التعليم وليست مشكلة الإنسان أنه موجود في بلد متقدمة أو بلد فقيرة أو بلد إسلامية أو بلد غير إسلامية مشكلة الإنسان الحقيقية هي في القلب من جوه وده لما بنقرأ الكتاب المقدس بنعرف بنعرف الحقيقة دي يعني بكل وضوح بيعلمها لنا الكتاب المقدس أن مشكلة الإنسان الأساسية هي الخطية هي الخطية مشكلة أخلاقية نبع من قلب فاسد لوثته الخطية وشوهته عشان كده الرب يسوع ليه كل المجد قال أنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة كل الأفكار الشريرة القتل الزنا الفسق الدعارة آه كل كل الخطايا منبعها قلب الإنسان حط الانسان بقى دون اللي هو فاسد في بلد متقدمه او بلد متاخره حطه في عالم اول او حطه في عالم ثالث حطه في بيئه اسلاميه او حطه في بيئه بوزية او بيئه يهوديه وريفر الانسان هيظل انسان الفرق يمكن اللي بيجعل الانسان في العالم الغربي الى حد ما يعني آه مختلف هو صرامة القوانين وتنفيذ القوانين يعني يعني فيش يا مرحميني زي ما بيقولوا القانون الوضعي لما بيبقى بيمشي على الكل وبيبقى بيتحقق في حياة الكل بصورة واضحة جدا الناس بتحترم القانون ارفع كده القانون عن بلد من البلاد ارفع كده القانون مثلا حتى ولو عن سويسرا كبلد اوروبيه متقدمه ارفع القانون يوم وشوف كميه السرقه والنهب والقتل وكل انواع الخطايا إن القانون الوضعي بيعمل ايه؟ بيعمل آه حاجز بيحجز الخطيه لكنها موجوده يعني موجوده لكنه بيحجز الخطأ بيخليك تفكر قبل لما تاخد اي خطوه غلط. يعني يعني فمشكله الانسان ليست هي الثقافه ولا التعليم ولا الف زي ما قلنا الفقر. ياما خطايا كثيره جدا بيصنعها الاغنياء. المشكله انه خطاياهم دي واثامهم وشرورهم بسبب اوقات كثيره مراكزهم الاجتماعيه وبسبب ايضا آه يعني غناهم المادي ممكن الاشياء دي آه يعني ما تظهرش على السطح. لكن كميه الفساد والنجاسه والخطيه يمكن عند الاغنياء اكثر من عند الفقراء. لكن مشكله الانسان الاساسيه هي الخطاش كده الرب يسوع لم ياتي لكي مصلحا اجتماعيا طبعا في اللاهوت الليبرالي حاولوا انه ينظروا الى يسوع المسيح على انه مجرد مصلح اجتماعي ويا ريتو مصلح اجتماعي ناجح لا ده بفكرهم انه يسوع المسيح حاول انه يصلح المجتمع فاتقلب عليه المجتمع فيا عيني مات وصلبوه وانتهى الـ 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 انتهت حياته كويس طبعا ده مش اللي بيقوله لنا الكتاب خالص كمان يسوع المسيح لم يأتي ليكون معلما عظيما مع انه مع انه ما ما علمه يسوع وما قاله يسوع المسيح ما زال الى يومنا هذا لم ولن يستطيع احد ان يأتي الى حتى الدرجه الثانيه من كلام الحكمه الذي خرج من فم يسوع المسيح، فلم يكن غايته الاساسيه انه يكون معلما عظيما مبهرا أما ليه ليه جاء يسوع جاء الرب يسوع علشان يتعامل مع مشكلة الإنسان الأساسية ولم يكن أيضا غرض من مجيئه هو العدالة الاجتماعية نادى هو نادى بالعدالة الاجتماعية نادى بأنه بأنه يعني لكل إنسان له الحق وأنه يعيش في كرامة ايضا اتكلم عن الجشع وعن الطمع اللي بيقود للخطيه في المجتمع الى اخره لكن لم يكن غرض يسوع واحده من الثلاثه دول هم دول اتحققوا او يعني وجدوا كنتائج ثانويه لمجيئه ولكن ليست الغرض الاساسي من مجيئه طب لماذا جاء يسوع جاء يسوع لكي يكون مخلص للعالم انه يعلم ان مشكله الانسان الاساسيه هي الخطيه وبهذا الانسان يحتاج الى مخلص منقذ فادي يغير قلب الانسان ويوجد خلاص وحريه للانسان من الخطيه كده كاتب رساله العبرانيين حطلنا الجزء ده بكل وضوح في اصحاح عشرة وفي الاعداد من أربعة الى عشرة هقرا الجزء من ده بيقول ايه لانه لا يمكن ان دم ثيران وتيوس يرفع خطايا امال ايه فايده الذبائح في العهد القديم فايده الذبائح في العهد القديم انها كانت رمز ليسوع لي المسيح في حد ذاتها كذبائح إن لم تكن فيها هذا الرمز للمسيح ليس لها قيمة لكن لأنها كانت ترمز للمسيح وتشير إلى الذبيح الأعظم الفادي الذي سيأتي في ملء الزمان كده كانت العيون دم ثيران وتيوز لا يرفع خطية لذلك طب إيه الحل لذلك بقى عند دخوله إلى العالم عند دخول يسوع المسيح إلى العالم عندما صار الكلمة جسدا يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا الجسد دون اللي هو التجسد الذي أخذ الرب يسوع المسيح ثم قلت هانذا آجي في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله طيب مشيئة الله إيه يتكلم عنها في الجزء اللي بعد كده بكل وضوح فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة خلوا بالكم لأن دي النقطة دي مهمة جدا هو دم ثيران وتيوس لا يمكن أبدا أن يرفع خطية طب إيه الحل؟ الحل أن يأتي الكلمة الأزلي آخذا سورة عبد وانه يا هو اخذ الجسد كويس جسد انسان علشان بهذه المشيئه بتقديم هذا الجسد نحن نتقدس ونحن ايضا تغفر خطايانا ونقبل امام الله يبقى الغرض الاساسي هو غرض خلاصي غرض فدائي ان المسيح يفدي الانسان الخاطي طبعا زي ما قلنا قبل كده مش ممكن ابدا تدرك هذه الحقيقه الا اذا ادركت يعني ايه الخطيه، واتكلمنا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت عن يعني ايه الخطيه؟ ايه مشكله الانسان الاساسيه؟ وايه يعني الخطيه؟ كويس؟ لكن هنا بنتكلم عن انه خلاص الانسان معتمد على ان ياتي الفادي من خارج الجنس البشري. لأن كل اللي مولودين على من ادم هما على شبه ادم. وادم عنده الطبيعه الفاسده الخاطئه. وكل الذين ولدوا من ادم ايضا عندهم الطبيعه الفاسده الخاطئه. احنا على فكره مش محتاجين نعلم اولادنا اللي هم عندهم سنه ولا سنتين مش محتاجين نعلمهم الغيره. ومش محتاجين نعلمهم الانانيه. كل اب وكل ام يعرف ده كويس قوي. فيعني من وهو انا مش بقول انه الخطيه الاصليه جينات، لا هي مش جينات. بس لانه بنولد بطبيعه فاسده خاطئه ورثناها عن ادم، اتولدنا منعزلين عن الله فورثنا كل ما هو خارج الجنه. احنا اتولدنا خارج الجنه. ادم طرد من الجنه من الشركه والعلاقه مع الله. فاصبحنا منعزلين غرباء. اصبحنا في موقف العداء من الله. عشان كده محتاجين الى الذي ياتي ويعيدنا مره ثانيه الى الشركه والعلاقه مع الرب. غرض يسوع المسيح اعلن اكثر من مره، مرات كثيره جدا. ورب يسوع بنفسه اتكلم يمكن ست مرات عن انه لابد انه يموت وينبغي انه يموت وانه ينبغي ان يذهب الى اورشليم وينبغي ان يسلم وينبغي ان يصلب ويقوم في اليوم الثالث. كلم مرات مرات عن حقيقه موته لكن في اكثر من مره بنجد الغرض من مجيء المسيح بكل وضوح مذكور في الكتاب المقدس. والكتاب المقدس واضح جدا في تحديد الغرض الذي جاء من اجله يسوع المسيح اول ايه ممكن توضح لنا هذا الغرض لماذا جاء يسوع وتجيب على هذا السؤال المهم بنجدها في البشاره نفسها بشاره ميلاد يسوع المسيح لما بنفتح اول انجيل في العهد الجديد وبنفتح انجيل متى وبنفتح الاصحاح الاول ونقرا عن انجيل يسوع المسيح ابن داود كويس فبنيجي الى عدد 21 وبنعرف انه يوسف عرف ان مريم حامل فاراد تخليتها سرا فظهر له الملاك والملاك كلمه ولما الملاك كلمه قال له هذه الكلمات قال له يا يوسف لا تخف ان تاخذ مريم زوجه لك لأن الذي حبل بها به هو من الروح القدس فستلد ابنا مريم هتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع الاسم دون مش الاسم اللي اخترعه يوسف ولا اللي اخترعته مريم ده الاسم ده المعطى له قبل بلاده كويس ويدعى اسمه يسوع ويسوع يسوع هي جايه ايضا من الكلمه العبري يشوع او يخلص فالاسم نفسه بيحمل المعنى الرساله الغايه اللي من اجلها اتى يسوع المسيح ليه يدعى يسوع بقى ليه يسموه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه يبقى الغايه الاساسيه لمجيء شخص الرب يسوع المسيح هو ان يخلص شعبه من خطاياه وهنشوف ازاي كويس هذا الخلاص من الخطيه لا يمكن ان يتم الا بسفك الدم لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفره. الايه الثانيه الايه الثانيه الايه الاولانيه هي اعلان من الملاك كويس من الملاك ليوسف النجار الآية الثانية هي أيضا إعلان من الملائكة جوقة الملائكة اللي ظهرت للرعاه لما سمعوا الترنيمة الجميلة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وقالوا لهم هتروحوا وتجدوا في بيت لحم وهتاجوا طفلا مقمطا هناك وبعدين قال لهم إنه ولد لكم اليوم في مدينة داوود ولد لكم اليوم، ولد لمين؟ ولد للامه اليهوديه وللعالم ولد لكم انتم الرعاه ولغيركم ولد لكم يبقى المسيح لم يولد لاجل ان يكون مجرد في بيت يوسف ومريم ولا ولد لاجل انه يعيش لكن ولد لكم ل ل ل لبيت داود ولكل من يؤمن به ولد لكم في مدينه داود مخلص وكلمه مخلص برضو هي يسوع كويس مخلص هو المسيح الرب هو الممسوح المعين الرب المعين لخلاص الانسان كويس فدول دول ايتين مهمين جدا بنجدهم في اول انجيل متى وفي اول انجيل لوقا كويس الايه الثالثه يقول لنا كده في يوحنا 3 وعدد ست 17 بعد لما يقول في عدد 16 لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه وبعدين يقول لنا لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم، يبقى غايه المجيء الاولاني للرب يسوع لم تكن دينونه العالم. دينونه العالم دي في المجيء الثاني. كويس؟ لما هو هياتي بمجد عظيم لكن غايه المجيء الاولاني للرب يسوع انه يخلص العالم. ودي بيقولها هنا الرب لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم يخلص به العالم الشاهد الثالث الرابع هنا سوري يقول لنا ايضا في في انجيل متى يقولين لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك يبقى كلمه يخلص مخلص ليخلص ويخلص ذكرت اربع مرات في الايات دي. دي انا بس انا جايب عينه من الايات في ايات كتير جدا في الكتاب المقدس لكن قلت بس اوضح لحضراتكم انه ازاي الكتاب المقدس واضح جدا في اعلان حقيقه مجيء المسيح ليخلص العالم مش لاي غرض تاني وعشان كده يجي البعض النهارده يقول لك ايه لا 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 هو الكتاب المقدس ما اتكلمش عن عن الصليب ما اتكلمش عن الخلاص بالدم ده الصليب ده اختراع بولس، يعني واحد كان داخل في حوار معايا من على على صفحه آه عبر الكتاب وبيقول لا الصليب ده من اختراع بولس. ده بولس الشرير هو اللي اخترع عقيده الصليب، هو لا يعرف حاجه عن الاناجيل ولا يعرف حاجه عن العهد الجديد ولا يعرف حاجه ايضا عن العهد القديم وكيف ان العهد القديم بكل نبواته تكلمت عن صليب يسوع المسيح. ودي مشكله كبيره على فكره انه الكلام عن جهل كثيرون للاسف هم حافظين مجرد كلاشيهات وبيرددوها دون انه يكون درس او ارى او فهم حاول انه يفهم هو حافظ فبيردد بس العبارات دي لكن الصليب هو قلب الايمان المسيح عايز اقول لكم حاجه فعلا يعني انا افتكر حتى كتبتها في مقدمه حديثي في كتاب المسيح من هو في الفصل السادس وانا بتكلم عن عن الصليب كويس المقدمه او الافتتاحيه اللي حطتها عن صلب وموت المسيح في الفصل السادس من الكتاب هنا بتقول ايه لا يوجد حدث في الزمن او الازل يتجاوز في الاهميه موت المسيح على الصليب فاعمال الرب المهمه الاخرى مثل خلق العالم تجسد المسيح قيامته مجيئه الثاني وخلق سموات جديده وارض جديده كلها تصبح بلا معنى لو لم يمت المسيح كل ده ملهوش اي معنى في الفكر المسيحي لو لم يمت المسيح فموت المسيح بالنسبة للإيمان المسيحي هو حياة وروح الإيمان المسيحي عشان كده الكتاب موضح الحقيقة دي وعشان كده حتى كتبت الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا لما كتبوا الاناجيل الاربعه خصصوا اكثر من أربعين في المية من الاناجيل للحديث عن موت المسيح الاسبوع الاخير من حياه المسيح اكثر من أربعين في المية من اللي مكتوب في الاناجيل مخصص للحديث عن عن آآ آآ صلب وموت المسيح يسوع. كويس؟ مهم جدا جدا، ليه؟ لانه الاسبوع الاخير مهم جدا في حياه المسيح، لانه هو ده غايه مجيئه وهدف مجيئه الى العالم. طيب اجي الى سؤال اخر، سؤال مهم جدا ليه الاخوه المسلمين بينكروا الصليب ولا يريدون ان يقبلوا الايمان بالصليب ليه 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 رفض الصليب ليه رفض الصليب اولا مع ان وجود نص عندهم بينكر حادث الصليب كويس الا انهم بينكروا الصليب احتراما للمسيح هم شعرين ان الصليب اهانه لنبي نبي الله كويس فهم حاسين ازاي ربنا يسمح لاحد انبياءه زي آه يسوع المسيح انه 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 يهان يجلد يصلب يموت آه ودي كلها اهانه له فبجانب بجانب طبعا رفضهم للصليب لانه آه كحدث تاريخي كويس و آه انه شبه له الى اخر الامر دون الا انه السبب الاخر هو انه ازاي دون يحصل لواحد من رجال الله الاتقياء الانبياء وكيف لله العظيم الجبار المنتقم صاحب السلطان المطلق انه ما يموتش دول كلهم وينقذوا من هذا العمل البشع فهم من منطلق احترامهم للمسيح بينكروا المسيح، بالظبط دي بترجعني الى حادثه حصلت في حياه الرب يسوع في كلامه مع تلاميذه. في قيصريه فلبس في لما نقرا في انجيل متى واصحاح 16 لما الرب يسوع لي كل المجد اخذ التلاميذ وهناك سالهم من يقول الناس اني انا فقالوا له البعض بيقول عنك ان انت اليا البعض بيقول واحد ان انت واحد من الانبياء البعض بيقول كذا كذا وقال لهم طب وانتم من تقولون اني انا فبطرس قال انت هو المسيح ابن الله الحي فالرب يسوع قال له توب ولك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات فالاعلان أن المسيح هو كلمة الله الأزلي المتجسد كويس ده إعلان من الله لبطرس لكن مباشرة في نفس الموقف بعد هذا الإعلان العظيم وبعد لما الرب مدح بطرس على هذا الإعلان الرب يسوع بدأ يتكلم عن موته فقال إيه؟ فقال في الجزء دون بنقرأ من ذلك الوقت ابتدأ يسوع من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يُظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا ويصلب، يبقى الرب يسوع قال لتلاميذه أنه ينبغي أنه يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا ثم يصلب. ده اللي قاله الرب يسوع. ده اللي قاله للتلاميذ فنقرا الجزء ده على طول كويس الرب يسوع اول ما قال هذه الكلمات اول ما بطرس قال هذه الكلمات للرب في متى 16 كويس يقول كده وفي اليوم الثالث يقوم فاخذه بطرس بطرس راح واخد المسيح على جنب كده حب يقول له حاجه بينه وبينه فاخذ اخذ الرب يسوع على جنب كويس وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا، فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معثره لي لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. يبقى ده بالضبط موقف الاخوه المسلمين انه حاشا لله عز وجل انه يسمح لنبيه المسيح كويس؟ انه يتالم ويموت ويجلد ويهان بهذه الطريقه فنحن نعمل ايه احنا ننكر الصليب ننكر الصليب ننكر الصليب فانكارهم للصليب هو من دافع زي ما بطرس هنا كان ايضا بينكر الصليب للدرجه ان الرب يسوع قال له اذهب عني يا شيطان انت معثره ليه. فإنكار الصليب مش بس وجود نص كتابي عندهم في القرآن، لكن إنكار الصليب عائد أيضا إلى نقطة مهمة جدا وهي أن إنكار الصليب عائد إلى أن المسيح مش ممكن يموت هذا بهذه الطريقة البشعة هذه الطريقة البشعة طيب انا هكمل الجزء ده مع حضراتكم بس خلينا ناخد فاصل ونرجع نعود نتكلم عن هذا الجزء المهم ما حطيتش الفيشة اعزائي المشاهدين نكمل مع بعض كلامنا وحديثنا عن لماذا الصليب؟ وقلنا انه انكار الاخوه المسلمين للصليب يعود الى وجود آيه وحيده فقيره مكونه من سبع كلمات لكن كمان اعتقد الدافع اللي عندهم ايضا هو نوع من اه الدفاع عن المسيح كيف ان الله عز وجل يسمح لنبيه ان يتالم بهذا الشكل بالضبط زي ما حصل مع بطرس لدرجه ان الرب يسوع قال له اذهب عني يا شيطان انت معثره لي لانك تهتم بما للناس وليس بما لله هم مش قادرين يشوفوا ان الصليب هو فكر الله لفداء الانسان وخلاص الانسان طيب ننتقل الى جزء اخر الجزء ده آه بيوضح ازاي انه في الـ الـ الايمان المسيحي حقيقه الصليب حقيقه تاريخيه لا يمكن ابدا ان ينكرها اي عاقل مش ممكن من كثره الادله اللي موجوده اللي بتتكلم عن الصليب مش ممكن ابدا اي عاقل لو استخدم بس المنطق البشري البسيط للفكر وجاب الادله يقدر انه ينكر ما يعني انه الصليب حدث. الصليب احبائي كثره الادله التاريخيه تؤكد على حدوثه. وهنا آه يعني جدول كده بسيط. ماذا عن الجانب الاسلامي؟ الجانب الاسلامي ايه واحده وما قتلوا وما صلبوه ولكن شُبه لهم. طب اوكي ممكن تجيب لي دليل لا مفيش. طب هات لي حاجة تاريخية مفيش. طب هات لي حاجة من واحد وثني بينكر إن الصليب حصل حصل مفيش. طب هات لي حاجة من السجلات الرومانية بتقول إن الصليب ما حصلش. لا 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 هي كده. هي كده. وبعدين يجي يعمل إيه؟ يفرضها عليك. لا دليل نهائي لا دليل. لما أجي هنا للعهد الجديد و الصلب المسيح الجانب المسيحي الجانب المسيحي عندي شهاده الرب يسوع عن صلبه عندي شهاده الاناجيل الاربعه عن الصليب عندي شهاده الفرائض المقدسه المعموديه والعشاء الرباني وازاي أنه الاثنين دول مبنيين اساسا على موت وقيامه المسيح عندي شهاده تعليم الرسل عندي شهاده علم الاثار عندي شهادات من خارج الكتاب المقدس عندي وثائق يهودية عندي وثائق رومانية ولما اجي هنا احبائي للجزء دون اللي هو شهادة الفرائد فريدة العشاء الرباني والمعمودية كويس تمت اول ما تمت كان في يوم الخمسين لما بطرس وقف ووعظ والناس امنت يعني بعد خمسين يوم من موت يسوع المسيح وقيامته يعني 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 ما فيش حتى فارق زمني كبير خمسين يوم لانه عيد الفصح وعيد الحصاد الفرق الزمني بينهم خمسين يوم وفي الفصح مات المسيح وفي عيد الحصاد اتى الروح القدس وحل على التلاميذ وعلى طول اول ما الكتاب بيقول لنا لما امن هؤلاء الثلاثة الاف نفس كانوا يواظبون على اولا اتعمدوا كويس عمدهم عمدهم التلاميذ وبطرس وبعدين كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات العشاء الرباني والاساسا الفارتين دول المعمودية والعشاء الرباني مؤسستان على حقيقة موت المسيح انه مات ودفن والمعموديه مؤسسه على حقيقه موت المسيح وقيامه المسيح فيعني مش اختراع طيب اجي الى سؤال مهم والسؤال ده دا دايما بيسالوا الاخوه المسلمين وسؤال انا شايفه انه منطقي ويستاهل ان احنا نحاول نجاوب على السؤال ده سؤال بيقول كيف للمسيح ان يصلب ويموت كيف للمسيح ان يصلب ويموت كيف هذا وانتم تؤمنون بانه هو الله المتجسد. هو بيقول بقى إذا كان إيمانكم بالمسيح على إنه الله المتجسد، فكيف لله أن يصلب ويموت؟ ده السؤال اللي دايماً بيسألوه. مع إنه في إجابات كثيرة جداً. والإجابة بنجدها في المفهوم التجسد نفسه. كويس؟ واتحاد اللاهوت بالناسوت. لكن هنحاول نجاوب على السؤال دون النهارده. كيف للمسيح الكلمة الأزلي المتجسد يصلب ويموت وهل اللاهوت يموت هل الله يتألم ويموت؟ ده السؤال اللي دايما بنتسأله ودايما بيسألوه الإخوة المسلمين القديس أثناسيوس اتسأل السؤال ده وأثناسيوس كان موجود في القرن الثالث وهو يعني من, من, من الناس اللي حطوا قانون الإيمان النقاوي سنة 325 لما وقفت الكنيسة كلها بقيادة أثناسيوس ضد بدعة أريوس قديس أثناسيوس عنده إجابة مشهورة قوي بيقول لو جبت قطعة حديد وحميت هذا الحديد بالنار للدرجة أن قطعة الحديد دي أحمرت كويس وأتيت بمطرقة فأنت لا تطرق النار أنت تطرق الحديد وليس النار وهكذا المسيح تألم الناسوت ومات الناسوت وليس اللاهوت بالرغم من اتحاد اللاهوت بالناسوت. يعني التشبيه اللي جابه تشبيه الى حد ما انا عايز اقول لكم انه كل تشبيه مهما كان يعجز عن يوصل الحق بصوره كامله، لكن مجرد تشبيه يساعدنا على الفهم انه لو جبت قطعه حديد وسخنتها فعلا في النار زي اي حداد بنشوفه بيشتغل في الجزء ده وبعدين من عايز يشكل قطعه الحديد دي فبيطرق عليه وهو سخن محمى لونه احمر النار فيه كويس فهو لا يطرق النار هو يطرق الحديد فالذي تألم ومات ليس اللاهوت ولكن الناسوت بالرغم من اتحاد اللاهوت بالناسوت وعدم انفصاله ده تشبيه مهم يساعدنا على فهم هذه الحقيقه الكتابيه لكن كمان في حوار ومناظره كانت بين ابراهيم الطبراني وابراهيم الطبراني ده كان راهب في بيت المقدس كان راهب مسيحي وحاور أو جابه الأمير عبد الرحمن بن عبد الملك الهاشمي في بيت المقدس نحو سنة 830 ميلادية يعني بعد 200 سنة من الإسلام كويس والنص دون يعتبر نص مهم جدا في الأدب العربي المسيحي وحققوا ودرسوا وترجموا الاب جاسنتو بولس والنص وآ ده موجود فانا اخد جزء من هذا الحوار اللاهوتي ورد ابراهيم التبراني الراهب ابراهيم التبراني على عبد الرحمن بن عبد الملك الهاشمي على فكره نتيجه الحوار دون الاول بعد لما يعني الحوار حوار, حوار طويل لكن الـ الـ الأول حاجه الراهب قال له طب انا لو جاوبت ما انت هتسجني فقال له لا انا مش هسجنك وانا هدي لك الحريه انك تجاوب بحريه وقال له بس لازم تضمن كمان يعني انه لو هنمشي في حوار يبقى اقول كل اللي انا عارفه فقال له قول كل اللي انت عارفه فابتدا هذا الحوار كويس وبعد الحوار سجنه يعني يعني من من, من هذا الراهب انه اتسجن بس بعد فتره اطلق سراحه اه وخرج من السجن انا اللي يهمني يهمني التشبيهات اللي اتكلم عنها وانه حاول ازاي يوصل ويجيب على هذا السؤال للامير ولل ايضا المعاونين الامير كان عنده اكثر من واحد بيساعدوه في هذا الحوار فكان واحد ضد جماعه يعني من المحاورين. فالاجابه بتاعته على هذا السؤال كيف للمسيح؟ كويس فبيقول ايه؟ بيقول نظر الى الراهب طويلا ثم قال انكم يا معشر النصارى طبعا احنا معترضين على كلمه نصارى كويس. لان احنا لسنا نصارى نحن مسيحيين انكم يا معشر النصارى تفترون على الله جهارا اذ تزعمون ان كلمه الله الازليه ده بقى ايه اللي بيقولوا كلمه الله الازليه سكنت في عيسى ظاهره وباطنه وان عيسى صلب على خشبه وطعن بالحربه وثقبت يداه ورجلاه طيب. فاما ان تقولوا ان الكلمه نحت عنه عند طعن الحربه وحراره وقع الحديد يبقى يبقى ما تقولوا ان المسيح اللي هو الكلمه الازلي المتجسد ان الكلمه ظلت فيه او لاهوت ظل فيه لما لما اتت عليه الالام والصلب واما أن تلزموا الكلمة ما لزم عيسى من الأوجاع والموت يعني يا إما أن أنتوا تقولوا يا جماعة الحل الوحيد عندكم يا مسيحيين أن أنتوا تقولوا أن لاهوت تركوا وقت الألم والصلب يا إما أن أنتوا بقى تقولوا بتقولوا أن اللاهوت نفسه أتى عليه ما أتى على النسوت يعني زي ما النسوت تألم وطعن وصلب يبقى اللاهوت أيضا تألم وطعن وصلب ومات وتكون كاذبا في الحالتين، يعني أي إجابة أنت هتقدمها وفي أي رد في الحالتين أنت كذاب، لأنك تقول أن كلمة الله ساكنة في عيسى ظاهرة وباطنة بلا امتزاج ولا افتراق، فكيف يكون هذا؟ واضحة الفكرة؟ اللي بيقولها، بيقول مش ممكن أبدا أن أنتم بتؤمنوا أن الكلمة الله الأزلية اللي هي في عيسى ظاهرة وباطنة يعني متحد مع اللاهوت متحد مع الناسوت كويس ان يكون تألم واكتاز بنفس الاكتاز في عيسى او يسوع فيا اما انه اللاهوت تركه يا اما ان اللاهوت اكتاز في نفس الاكتاز في الناسوت وفي الحالتين أنتو غلطانين وكذابين لأن أنتو بتقولوا إنه بلا امتزاج ولا افتراق. فكيف يكون هذا؟ ده السؤال، سؤال قديم جدا من أول ظهور الإسلام هو يعني. كويس؟ طب جاوب عليه إزاي بقى؟ ودي الإجابة اللي هتكلم عنها النهارده. جاوب على هذه الأسئلة إزاي؟ قال الراهب <applause> انا اخبرك كيف تستقيم كلمه الله ساكنه في عيسى انا عايز اقول لك ازاي كلمه الله اللي هو المتجسد باطنه وظاهره لا ينالها منال عيسى من الاوجاع يعني ازاي الكلمه الازلي اللاهوت ما زال لكنه لم يجتاز في نفس الاوجاع الذي اكتاز فيها الناسوت وسال الراهب من ينفخ الروح في الطفل وهو في بطن امه ده سؤال الراهب بيساله قال المسلم هذا ملاك يبعثه الله ومعه نفس روحانيه فينفخها في الطفل وهو في بطن امه على فكره الراهب ده كان عارف فكر المسلمين كويس وعارف حتى القران كويس قوي وعشان كده كان بيستخدم المنطق انه اوكي انا همشي معاك لكن في الاخر كان بيوصل الحقيقه ليهم قال له قال له انه ربنا بيبعت ملاك وبينفخ في الطفل وهو في بطن امه فسال الراهب الملاك مخلوق محدود ام لا قال المسلم مخلوق محدود قال الراهب ومع كل انسان ملاك موكل به حتى يقيم يوم القيامة الديان. كويس؟ قال المسلم نعم مع كل انسان ملاك. قال الراهب فنحن في هذا البيت والملائكة معنا، يعني احنا احنا كده موجودين في البيت ده واحنا بنتحاور والملائكة معانا. طب إذا وقع علينا البيت ده وقتلنا إذا إذا اتقتلنا البيت ده وقع علينا دلوقتي كلنا واتقتلنا مين اللي هياخد أنفسنا؟ قال المسلم ذلك الملاك الذي هو معنا وبنا موكل قال الراهب وإن غضب الأمير على رجل من هذه الجماعة فحلف أنه يطبخ بالزيت فدعا بقدر بقدر عظيمة فأجلس ذلك المغضوب عليه في القدر وصب عليه من الزيت ما يغمره وأمر أن تطبق القدر وترصص ويوقد تحتها فهل الملاك الموكل به معه في القدر ام خارج القدر. طيب اذا وقع البيت علينا يبقى الملائكه هي اللي موجوده معانا دي جوه البيت والمفروض ان كل واحد ملاك، الملائكه دي هي اللي هتاخد ارواحنا مش هاي مش هيصيبها اي شيء هي اللي هتاخد ارواحنا وتطلع بيها لفوق. طيب اذا الملك غضب على واحد من اللي قاعدين دول وقرر انه يجيب يعني حله مليانه زيت. ويحط الحلة دي تغلي بالزيت على النار ومسك الشخص دوا وحطه يتقلي في الزيت فمين اللي هل الملاك هيتركه يعني هيكون معاه ولا الملاك هيسيبه كويس هيكون خارج القدر ام داخل المسلم قال المسلم هو معه داخل غير خارج وخارج غير داخل وهو الذي يقبض روحي يعني هو معاه في كل لحظه مش هيسيبه حتى وهو في الزيت قال الراهب وكيف يكون هذا مخلوقا محدودا داخل غير خارج وخارجا غير داخل اما ان تقول ان الملاك خارج الرحم فاذا خرج الطفل من بطن امه نفخ فيه الروح واما ان تلزمه الرحم الذي فيه الطفل واما ان تقول ان الملائكه الموكلين بنا يتنحون عنا عند وقوع البيت واما ان يتحملوا العذاب والموت الذي لزمنا واما ان تقول ان الملاك الذي ملاك ذلك المطبوخ بالزيت تنحى منه فاذا مات قبض روحه. واما ان تحمله الاوجاع والموت التي تحملها ذلك الانسان يعني هو بيعمل هنا استخدم نفس الموت بيقول له ما ينفعش يعني يا اما بقى الملاك اللي موجود معانا ده لو وقع علينا البيت يبقى لازم يا اما سرق البيت قبل ما يقع البيت علينا يا اما انه لو وقع البيت علينا والملايكه اللي معانا دول هيموتوا زينا يا اما كمان انه الشخص اللي اتقل في الزيت يا اما يكون الملاك بتاعه سابه يا اما ان يكون الملاك معاه في الزيت كويس وبيتألم معاه فرد المسلم وقال له قال المسلم ان الله خلق الملائكه روحانيين لا يوصفون ولا يحدون وهو الفعال لما يريد لا قالوا الملائكه مختلفه هو معاهم بس مش بيمر بنفس الالام الجسديه اللي بيمر بها المتالم قال الراهب لابد من الاقرار باحد باحدى الامرين إما أن يتنحى الملائكة عن البشر عند الشدائد، وإما أن يتحملوا ما تحمله البشر عند الشدائد. قال المسلم: بل إن الملائكة مع العباد بلا حد ولا افتراق ولا امتزاج، ولا ينالهم ما نال العباد من الشدائد. كمل الحديث. قال الراهب: أنت قد أكررت أن الملائكة مخلوقون محدودون وهم مع العباد بلا حد ولا صفة ولا ينالهم ما ينال العباد من الشدائد والرخاء فكيف تكلفني أن أصف لك الخالق الذي خلق الخلائق والذي لا يحد ولا تدركه العقول وليس كمثله شيء يعني أنت لما بقول لك أن الملاك مخلوق. هل هو ترك الناس لما وقع عليهم البيت؟ قلت لي لا طب هل هو تألم كما هم تألموا بالجسد؟ لا ما تألمش طب إذا الملك غضب على واحد وحطه في الزيت يتقلي هل الملاك معه في الزيت؟ اه معاه طب هل الملاك مر بنفس الآلام اللي بيتألم بيها الإنسان؟ لا طب إذا أنت بقى بتقول دوًا عن الملائكة اللي هم مخلوقين وعايزني أنا أجاوبك على إزاي أن المسيح الكلمة الأزلي اللاهوت الذي حل في الناسوت والذي اتحد بناسوت عايزني أشرح لك إزاي أن يسوع المسيح هذا تألم بالجسد أما اللاهوت فلا يموت ولا يتألم ورافض الفكرة دي ده اللي بيقولوا الراهب هنا فقال له ايه بقى غير حصر جوهره لا ينالها شدة ولا رخاء تبارك وتعالى عما وصف الواصفون ازاي ان لاهوت المسيح لم يمت ولم يتألم لكن الموت والألم الذي ناله ناله يسوع بالناسوت طيب في تشابه اخر استخدمه برضو نفس الراهب تشابه ده قال له ايه قال الراهب وما قولك عند طعن الحربة ووقع الحديد فماذا تقول في جمل بارك في الشمس بارك في الشمس يعني جمل قعد سجد في الشمس او انه انحنى في الشمس بارك على ركبتيه يعني كويس ثم اخذت حربه طعنت بها وقطعت عضوا عضوا اكان طعن الحرب يعطل حراره الشمس وسلطانها ام هل كان ينقطع من من الشمس شيء مع اعضاء الجمل يعني انت جبت جمل وقعدته في الشمس كويس وبعدين جبت سكينه وقعدت تقطع فيه هل انت بتقطع الشمس مع تقطيعك لاعضاء الجمل قال له لا قال له هكذا اللاهوت لا يصيبه شيء وإن مات يسوع المسيح إلا أن اتحاد اللاهوت بالناسوت لم يجعل يسوع المسيح يتألم. طب إيه الخاتمة؟ الخاتمة في العبارة ديها هقراها بسبعة، ثم قال الراهب: كما أن الملائكة مع العباد بلا حد ولا افتراق ولا امتزاج ولا حصر جوهر. ولا ينالهم ما ينال العباد كذلك كلمة الله الخالقة الأزلية مع المسيح في البطن والميلاد والشدة والرخاء وعلى الصليب وعند طعن الحربة والحديد ومعه في القبر وهي بعثته وأصعدته إلى السماء العليا من غير حصر جوهره لا ينالها شدة ولا رخاء تبارك وتعالى عما وصف الواصفون أن المسيح مات من أجل خطيانا بالرغم من اتحاد اللاهوت بالناسوت الا ان اللاهوت لا يموت هنكمل مع بعض الحلقات اللي جايه فالى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم